ذكرته كملت بلا نقصان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الانقسامات التي تحدث بعد اندماج النطفة مع البويضة. بعد هذه الانقسامات تذهب البويضة الملقحة لتلتصق وتتعلق بجدار الرحم. لذلك يقول الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. وتتحول الخلية الملقحة إلى شكل آخر مختلف تماما، وهو العلقة، وهي مجموعة من الخلايا التي تسعى لتتعلق بباطنة الرحم وتختار أفضل مكان فيه. يحتار العلماء كيف تستطيع العلقة التمسك بجدار الرحم، ولكن هذا أيضا قد حسب له حسابه. عند وصول البيضة الملقحة إلى رحم الأم يتدخل نظام خاص آخر، والصور الملتقطة بالمجهر الإلكتروني تظهر البيضة الملقحة التي وصلت إلى رحم الأم وتفرز الخلايا الموجودة في السطح الخارجي للبيضة الملقحة أنزيمات خاصة تذيب جدار الرحم، وبذلك تتمسك البيضة الملقحة بالرحم بشدة وتنجو من سقوطها خارج الرحم. فبفضل هذه الخلقة الكاملة تنغرز البيضة الملقحة في جدار الرحم. هذا المخلوق الجديد الذي يكبر بتمسكه بالرحم يسمى منذ الآن بالجنين. هذه الحقيقة التي اكتشفتها البيولوجيا الحديثة ذكرت في القرآن الكريم، فعندما يذكر الله تعالى أول مرحلة للطفل في رحم الأم يستخدم كلمة العلقة. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أما كلمة العلق بالعربية فيقال للشيء المتمسك بمكان والمتعلق به. هذا البرنامج برعاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وها هو الجسد يئن تحت وطأة الاستبداد، قلوب مكلومة وطفولة مسلوبة وبطون خاوية وأجساد عارية، فمن لها ومن لجراحها ومن لجوعها ومن لأيتامها ومن لأراملها وأطفالها؟ للاستفسار من جميع البلدان الاتصال على الرقم 00962 7888 90388. الرقم يتضمن خدمة الواتساب. أصل كلمة العلق يستخدم للتعريف عن بعض الطفيليات التي تلتصق بالجلد وتمتص الدم من ذلك المكان. استخدم البيان الإلهي كلمة العلق للتعريف بالبيضة الملقحة في رحم الأم في الوقت الذي كانت المعلومات البيولوجية للناس ضئيلة جدا. بعد ذلك يتحول الجنين إلى ما يشبه قطعة اللحم التي عليها آثار المضغ، ولذلك فقد تحدث القرآن عن هذه المرحلة بقوله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ماذا يحدث في هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة تبدأ الأجهزة المهمة بالتخلق، مثل الجهاز العصبي والقلب والدماغ، وتبدأ بعض الملامح بالظهور. يبدأ القلب ينبض، وتبدأ كثير من الأجهزة مثل الجهاز التنفسي والكليتين والكبد بالنمو السريع. وهذه صورة للجنين وهو في مرحلة مضغة، هكذا يبدو وكأن عليها آثار أسنان. في هذه المرحلة
يصعب تمييزه بالعين ويحتاج إلى مكبرات، ولكن الله تعالى أخبرنا بصفة هذه المرحلة المضغة وصورها لنا وكأننا نراها. وعندما جيء بالمضغة الآدمية من بطن الأم وطولها سنتيمتر واحد وتم تشريحها تحت المجهر الإلكتروني، وجد أن بعض أجهزة الجنين بدأت تتخلق وبعضها لم يتخلق. ولو أن القرآن الكريم قال مضغة مخلقة، لكن ذلك لا ينطبق على حقيقة التكوين، لأن فيها أجزاء غير مخلقة. ولو قال القرآن الكريم مضغة غير مخلقة، لكان ذلك لا ينطبق على حقيقة التكوين، لأن فيها أجزاء مخلقة. ولكن الوصف الدقيق الوحيد الذي ينطبق على المضغة هو قوله تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة، فهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وللحديث بقية لكن في حلقة قادمة بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملكه هذا، ويفنى كل ذي سلطان.